يقول: هل إبليس من الملائكة؟ الجواب: لا، على الصحيح ليس من الملائكة. من هم الجن؟ الجن عالم غيبي، خلقوا من نار وهم مكلفون، مأمورون باتباع الكتاب والسنة. لا نراهم ويرونا، والله عز وجل أقدرهم على التشكل بأشياء معينة، فربما جاء في صورة رجل ونحو هذا. فالجن خلق من خلق الله. من هم الجن ومن هم الإنس؟ الإنس خلقوا من طين، والجن خلقوا من نار كما بين الله عز وجل في كتابه: والجن خلقناه من نار السموم، خلقناه من قبل من نار السموم. والجن خلقوا قبل الإنس، الجن خلقوا قبل الإنس، وأمر إبليس بالسجود لآدم فأبى وكان من الكافرين.